أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من صحافة الغد. بنتناول في حلقة اليوم بالقراءة والتحليل أبرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح الغد الأربعاء إن شاء الله. وخلونا نبتدي بمجموعة من العناوين اللي موجودة معانا النهاردة في صحافة الغد. أول عنوان من الأهرام: الصحة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح الأحد المقبل. ومن الشروق نطالع: المالية تبلغ الجهات الحكومية بوقف التعامل بالكاش والالتزام بالدفع غير النقدي قبل 7 مارس. ونطالع عنوانا آخر من اليوم السابع: الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لكروت ميزة في ديسمبر. برضو عنوان آخر من اليوم السابع: الأرصاد استمرار سقوط الأمطار غدا. خلونا نبتدي مشاهدينا الكرام استعراض مجموعة من التفاصيل حول هذه العناوين وغيرها من الأخبار، ونبتدي من الأهرام والعنوان اللي كنا استعرضناه حالا عن إعلان وزارة الصحة والسكان فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين لتلقي اللقاح المضاد لكورونا الأحد المقبل. ومصر بصدد تسلم 8,600,000 جرعة. من تفاصيل هذا الخبر زي ما وردت في الأهرام، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن شحنة اللقاحات التي استقبلتها مصر فجر الثلاثاء وتبلغ 300,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة ساينوفارم هدية من الصين إلى مصر بتعكس مدى التضامن بين البلدين الصديقين. كما توجهت الوزيرة بالشكر إلى السفير الصيني والحكومة الصينية لحرصهم على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة جائحة فيروس كورونا. أشارت وزيرة الصحة إلى التعاون بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين، حيث أظهر الشعب المصري تضامنه مع الشعب الصيني منذ بدء الأزمة في الصين من خلال إرسال مصر شحنات من المستلزمات الوقائية ورسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب الصيني. كما تلقت وزارة الصحة شحنات كبيرة من المستلزمات الطبية والوقائية من الصين، واللي كان لها أثر كبير في حماية الأطقم الطبية بالمستشفيات من الإصابة بالفيروس. كما أشارت الوزيرة إلى حرصها على الاجتماع مع المسؤولين في وزارة الصحة الصينية عند زيارتها للصين العام الماضي، مما ساهم في تبادل الخبرات والتعرف على التجربة الصينية في مواجهة كورونا ووضع بروتوكولات العلاج، مؤكدة أن ذلك التعاون يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين. أيضا أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر 40 عام لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وأيضا توقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كرت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية. هنفضل في صحيفة الأهرام ونطالع عنوان آخر: حقيقة نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري. من تفاصيل هذا الخبر زي ما وردت في الأهرام، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلهم أو حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة العدل، واللي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
ووضحت الوزارة أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيا نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حال بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية التي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، وعلما بأن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه. على صعيد آخر برضو وبخصوص نفي الشائعات والأخبار الكاذبة، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا صحة لما تردد من شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول. وزارة التعليم العالي شددت في تصريحات صحفية الثلاثاء على أن المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه السبت الماضي على بدء الفصل الدراسي الثاني واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 من فبراير الجاري. خلونا نروح لموضوع آخر، ولكن هذه المرة من صحيفة الوفد نطالع حياة كريمة مشروع قومي وإنجاز مأمول على أرض مصر. خلونا نشوف تفاصيل هذا العنوان كما ورد في الوفد. فقد انطلق المشروع القومي حياة كريمة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قرى الريف المصري بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد، وده للانتهاء منه خلال 3 سنوات من العام الحالي. المشروع القومي حياة كريمة نجح في مرحلته الأولى في تحسين حياة 375 تجمع ريفي بإجمالي مستفيدين 4,460,000 مستفيد، وإجمالي استثمارات بلغت 13.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 600 مشروع وجاري تنفيذ 1580 مشروع لنهاية 2021 على نطاق 14 محافظة. بيستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وده بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة اللي بلغت أكتر من 20 وزارة وهيئة، ده بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني اللي بلغ لأول مرة 23 جمعية بتجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع في من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من الجهات كافة. حياة كريمة هو مشروع قومي بيستهدف التصدي للفقر متعدد الأبعاد بالإضافة إلى بناء الإنسان المصري وخلق حياة كريمة ومستدامة، وده من خلال توفير شبكات البنية التحتية في المراكز والقرى وبناء البيوت ورفع كفاءتها في سكن كريم، بالإضافة لتقديم الخدمات الطبية عن طريق إنشاء الوحدات الطبية وتجهيزها وتشغيلها، إلى جانب المساعدة الإنسانية والتدخلات الاجتماعية لتنمية الإنسان والفئات الأولى بالرعاية زي الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على توفير عنصر الاستدامة عن طريق توفير فرص عمل والتدريب والتشغيل وإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية بدءا من إنشاء المدارس ومحو الأمية والعديد من المبادرات التوعوية والثقافية. خلونا نروح لصحيفة الشروق ونطالع عنوان المالية تبلغ الجهات الحكومية بوقف التعامل بالكاش والالتزام بالدفع غير النقدي قبل 7 مارس. من تفاصيل هذا الخبر زي ما وردت في صحيفة الشروق، أبلغت وزارة المالية الجهات الحكومية بوقف التعامل بالكاش والالتزام بالدفع غير النقدي قبل 7 مارس المقبل، وده لتفعيل القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي مع وتعرض المخالفين للغرامات الخاضعة لأحكام المواد الثالثة والخامسة بقانون تنظيم وسائل الدفع الغير نقدي، وده وفقا لمنشور وزارة المالية.
بحسب اللائحة التنفيذية لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي بيعاقب بغرامة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا يتجاوز 10%، ويعاقب بفرض غرامة تصل إلى 1,000,000 جنيه كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة. وبحسب اللائحة التنفيذية للقانون بتتجه حصيلة الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية بيخصص لدعم جهات توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية ورفع وعي المواطنين بهذه الوسائل على أن يرحل الفائض بهذا الحساب من عام مالي إلى آخر. خلونا نروح لصحيفة اليوم السابع ونطالع منها الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية لكروت ميزة في شهر ديسمبر القادم. تفاصيل هذا الخبر زي ما ردت في اليوم السابع، أكدت الحكومة أنه سيتم بنهاية شهر ديسمبر المقبل الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت ميزة المؤمنة وذات الشرائح الذكية اللاتلامسية التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل، وأيضا التحويل من ماكينات ATM والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية POS، وأيضا سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومة. أوضحت الحكومة أيضا أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة ميزة بتعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالمية وبتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة الراتب المقدم لبطاقات المرتبات الحكومية ميزة مجانا لمدة 6 أشهر اعتبارا من بدء تشغيل هذه البطاقات بما يعادل 30% من قيمة الراتب. أيضا يقتصر استخدامها في عمليات الشراء فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، وبيتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة الراتب المتقدم في عملية الشراء من راتب الشهر التالي. هو بالفعل كان برضو وزير المالية محمد معيط قد أعلن أنه حيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقة ميزة في بنهاية هذا العام. أيضا من اللي كان أعلن أيضا أو أعلن عنه وزير المالية أنه أشار إلى أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وإبريل 2021 حيتم تحويل حوالي 1,200,000 بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقة ميزة. وزير المالية أيضا أكد أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية اللي هي بطاقات ميزة. وقال إن بطاقات ميزة زي ما ذكرنا من صحيفة اليوم السابع أنها بتعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالمية. أيضا الوزير قال، أو خلينا نروح لتصريح برضو للرئيس قطاع التمويل والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية عماد عبد الحميد، قال إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية من عام 2007 بما يسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق رؤية مصر 2030. وكان أضاف أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية. وأيضا أشار عبد الحميد إلى أنه أيضا بيتم الاهتمام بتدريب الموارد البشرية وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية. خلونا نروح لموضوع آخر من صحيفة روزا اليوسف، وعنوان بيقول الداخلية تمديد ساعات العمل حتى 9 مساء في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية.
تفاصيل هذا الخبر زي ما ورد في روزا اليوسف. أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة 9 مساء تيسيرا على المواطنين. هذه المراكز شملت أو التي جرى تمديد العمل فيها شملت ما يلي: مركز إصدار البحيرة في دمنهور ومركز إصدار الإسكندرية سجل مدني أول كفر الشيخ. من المقرر افتتاح السجلات التالية اعتبارا من السبت الموافق 27 من شهر فبراير الجاري، وهو سجل مدني سماحة الفرعي بمحافظة الدهلية، وأيضا سجل مدني الجنوب 2 بمحافظة بورسعيد، وسجل مدني ثالث العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وسجل مدني ميرا الفرعي في محافظة أسيوط. ده بيأتي استكمالا لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل في 7 سجلات على مستوى الجمهورية وذلك حتى الساعة 9 مساء. خلونا نرجع لصحيفة اليوم السابع مرة تانية ونتابع خبر طبعا بهم كل المواطنين، خصوصا في الفترة الحالية على ضوء حالة الطقس غير المستقرة في الأيام الأخيرة والتغيرات اللي شهدتها محافظات الجمهورية ومناطق الجمهورية المختلفة. فنطالع عنوان الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غدا. من تفاصيل هذا الخبر زي ما وردت في اليوم السابع، بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث يسوء الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة وطقس معتدل على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى أن الرياح معتدلة بتنشط على السواحل الغربية والطقس بيكون دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة. تتوقع أيضا هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة، بينما بتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة حتى 8 صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وده هيكون على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار متوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والطور، وبيكون على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء. أيضا هيئة الأرصاد الجوية كانت برضو قد توقعت يوم الخميس في أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ودي هتكون على فترات متقطعة أيضا. أما يوم الخميس برضو فهيكون في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وده بيدفعنا طبعا إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالاسترشادات المرورية والسرعات المقررة وأيضا التعليمات المرورية. أيضا لو بصينا برضو لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية يوم الجمعة القادم، بتشير أيضا إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أيضا وجود شبورة مائية. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة صحافة الغد النهاردة، واستعرضنا فيها سريعا مجموعة من الأخبار والعناوين اللي حازت على اهتمام صحافة القاهرة الصادرة صباح الغد الأربعاء. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.